الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا سهل اللهم علينا طاعتك ووفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى لا زلنا أيها السادة مع ذلك الوصف الرباني لأهوال يوم القيامة وما يكون فيها مما يجعل المؤمن يحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة الانتساب إلى سيد الأنام عليه الصلاة والسلام لما يخبر المولى عز وجل أن المجرمين يحشرون يوم القيامة زرقا وأن من أعرض عن القرآن الكريم يحشر يوم القيامه اعمى فيحمد المولى يحمد العبد الله سبحانه وتعالى على نعمه ان ساقه لكتاب الله ولذكر الله وان لن يصيبه ذلك الهول يوم القيامه ببركه انه انتسب الى مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. العرب قديما كانت اعظم شيء يرونه هو الجبال اناس يعيشون في صحراء براري فاعظم ما شيء يهيلهم مع السماوات الجبال جاء رجل وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجبال يوم القيامه يعني لما اخبر صلوات ربي وسلامه عليه ماذا يقع يوم القيامه بعض مما يقع تساءل البعض وقالوا الجبال كيف حالها؟ وماذا سيقع لها يوم القيامه؟ المولى عز وجل ذكر ذلك واتى بالجواب ويسالونك عن الجبال ما حالها يوم القيامه؟ فقل ينسفها ربي نسفا اي يفتتها ربي تفتيتا نسفت الريح التراب يعني صار فتاتا واندثر في الجو ولم يبقى له اثر. كذلك المولى عز وجل أراد أن يخبرهم أن هذا المخلوق الضخم الذي يهولكم يوم القيامة ينسفه المولى عز وجل نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فيذرها أي فيتركها قاعا صفصفة أي أرضا مستوية ملساء هو تصوير عظيم لأناس يعيشون في تلك الجبال أولئك الذين سألوا حياتهم مع الجبال فهم يرون عظمتها فيخبرهم الله عز وجل أنها يوم القيامة تنسف نسفا ويصير ذلك المكان قاعا صفصفا أرضا مستوية ملساء من كان في بعيد يورق، لأنه لا يحجبه شيء فيذرها فيتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها انخفاضا وهو المقصود بقوله عوجا ولا أمتا أي ولا ارتفاعا ولو قليل فحينما ينسفها ربي نسفا ويتركها أرضا مستوية ملساء لا ترى في تلك الأرض لا عوجاج انخفاض ولا ارتفاع ولو قليل لأنها ستكون أرضا للمحشر والسبيل لأن يجمع الناس ويتبعون الداعي كما سياتي فاذا من حكمه الله سبحانه وتعالى ان تلك الجبال التي تحجب البعض عن البعض تصير قاعا صفصفه فلا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا انما ارضا مستويه ثم قال سبحانه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له في ذلك اليوم الذي يذر الله سبحانه وتعالى الجبال قاعا صفصفه لا ترى فيها اعوجاجا ولا ارتفاعا في ذلك اليوم المهول يدعوهم الداعي الى الخروج من اجداثهم من قبورهم فيتبعونه المراد بالداعي هنا سيدنا اسرافيل عليه الصلاه والسلام الذي يامره الله سبحانه وتعالى بان ينفخ في الصور نفخه اخرى فيقوم الناس من قبورهم فيجدون الأرض صفصف قاعا صفصفة مستوية فيتبعون الداعي الذي هو سيدنا إسرافيل يدعوهم إلى المحشر يعني إلى الحساب والعقاب ونحو ذلك من الجزاء والثواب يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له الها تعود على سيدنا إسرافيل هنا والمراد لا يعدل عن أحد دون أحد لا عوجاج في تلك الدعوة أي لا محابات في تلك الدعوة ليس هناك أناس يدعو يدعون وأناس لا يدعون إنما يدعى الخالي... تدعى الخالقة كلها وتستجيب إلى أمر الداعي الذي هو سيدنا إسرافيل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا حينما يدعو إسرافيل عليه السلام وينفخ في الصور وتقوم الاجساد بما والارواح فيها الى رب العزه هذا الموقف المهول القيام بين يدي الله يورث في القلوب خشيه وخضوعا وهولا وثقلا عبر عنه المولى عز وجل بقوله وخاشعات الاصوات اي لم يستطع احد أن يرفع صوته بالسؤال أو بالكلام الأصوات خاشعة أي خاضعة لكن من عظمة المولى عز وجل ورحمته بخليقته بهذا المخلوق كافر ومسلم وغير ذلك لم يقل سبحانه وخاشعة الأصوات للقهار لأن المقام لربما يقول العبد يقتضي صفة القهر صفة الانتقام صفه الجبار وخشعت الاصوات للجبار للقهار لا قال وخشعت الاصوات اي خضعت وذلت وانخضعت لكن لمن للرحمن الله اكبر للرحمن وهنا منزع من منازع التزكيه من ان العبد في بساط الانس العارفون بالله مع الله في بساط الانس اشد خشيه اشد خشيه لان الخطا ممكن عند البسط بخلاف القبض فالنفس تحافظ على الادب في القبض حينما يكون الحال حال قبض النفس تنخطئ لكن حينما يكون الحال حال بسط فلعل النفس تخطا فاذا المعنى هنا ذو حدين المعنى العام البسيط خاشعة الأصوات للرحمن إذا الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب هؤلاء الخلق فيكون المعنى معنى جمالي من هذه الناحية جاء الأعرابي وقال يا رسول الله من يلي حساب الخلق من الذي سيحاسبنا قال الله قال هو بذاته قال هو بذاته فضحك الأعرابي تبسم قال صلوات ربي وسلامه عليه مما تضحك يا أخي العرب قال إن الكريم إذا قدر عفا إن الكريم إذا قدر عفا فقال عليه الصلاة والسلام فقه الأعرابي فقه بابا من أبواب الدخول على الله وهو الرجاء في فضله يؤخذ من قوله سبحانه وخاشعة الأصوات جلال للرحمن الرحمن إذا قدر عفق الكريم إذا قدر عفا كذلك مولى عز وجل عبر بالرحمن هنا ليمزج للمؤمن السامع للقرآن الكريم حينما يسمع خشعة الأصوات فيها الجلال للرحمن فيها الجمال فيمتزج الأمر بين الخوف والرجاء أما عند الكمل فإنه حينما أتى بالرحمن هنا الأمر قد يكون أشد خوفا لأنهم مع الرحمن اي مع صفات الجمال التي قد تنبسط فيها النفس ولعلها تخطا فيكون الاحتراز اشد وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسة الهمس هو الصوت المنخفض في يوم القيامه حينما, حينما تخشع الاصوات التي حشرت اجسادها وارواحها لا تسمع إلا صوتا منخفضا قد لا تميزه من جلالة الموقف ولا ينطق بذلك الصوت المنخفض المنخفض إلا من كان في ضرورة وإلا فالأبصار خاش الأبصار شاخصة والأصوات منخفضة ولا تسمع إلا همسة إلا صوتا منخفضا لا تميزه من جلالة الموقف وهول يوم القيامة يومئذ يقول سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وراضي له قولا في ذلك اليوم يوم المحشر لا تنفع الشفاعة الشفاعة هي التوسط لدى الأعلى من أجل العفو عن المذنب هذا معنى الشفاعة بوجه بسيط معناه أن يأتي ذوي الوجاهة والمكانة عند الله فيتوسطون لمن كان يستحق العقاب وجهنم ونحو ذلك فيتوسطون عند الله ويشفعون له لأجل أن لا ينال ذلك العقاب ولأجل أن ينال الثواب والأجر ويدخل الجنة ونحو ذلك هذه الشفاعة الثابتة بالقرآن والسنة في هذا الموقف المهول أخبر مولى عز وجل عنها بقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا استثناء ما نادينا له الرحمن وخشعت الأصوات للرحمن إذا لما قلنا هناك أتى بالرحمن لتتجلى تلك الرحمة في قبول الشفاعة فلو قال هناك وخشعت الأصوات للقهار لقال بعدها يومئذ لا تنفع الشفاعة أبدا ولا أحد لأنها خشعت أصوات للقهار لكن لما قال وخشعت أصوات للرحمن فإن من مقتضى الرحمة أن يقبل الشفاعة فلذا قال بعد ذلك ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي الله قولا أي أن الناس يشفعون في بعضهم البعض فلا يقبل مولى عز وجل شفاعتهم إلا خواص الخلق الذين هم سادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم من بعدهم من الأولياء الصالحين صحابة تابعين ونحو ذلك الذين رضي الله لهم قولا وأعلى قدرهم عنده فلا يرد لهم شفاعة ويشفعون في أحبابهم ومن انتسب إليهم وأبنائهم ونحو ذلك ولنقف عند الشفاعة الكبرى في هذا الموقف وتكون خاتمة هذه هذا المجلس هذه الشفاعات إنما هي تبع للشفاعة الكبرى لسيد الوجود صلوات ربي وسلامه عليه فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الخليقة وفي أمته قال الإمام النووي في شرح مسلم له صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات شفاعة أهل الموقف حينما تنزل الشمس إلى الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم ويقول سادتنا الأنبياء نفسي نفسي فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها ويسجد عند العرش ويحمد الله بما حمد لم يحمده أحد قبله ثم يقال له ارفع راسك، يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع في الخلائق اجمعين المسلم والكافر ينتقلون الى الحساب. والثانيه شفاعة في اناس من امته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. جعلنا الله واياكم منهم بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. وشفاعة في اناس يرفع الله مقامهم في الجنه لم يكونوا يستحقون تلك الدرجه الدرجات العلى لكن بشفاعته صلى الله عليه وسلم يترقون ويكونون في القرب الاعظم بشفاعته صلى الله عليه وسلم جعلنا الله واياكم منهم كذلك وشفاعه في اناس من عصاه امته يكونون في النار لتقصيرهم وتركهم الواجبات والعياذ بالله فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار ويدخلون الجنة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يشفع الانبياء ويشفع الاولياء ويشفع المتحابون في الله. ولذا كان السلف يوصون المرء ان يكون له احباب في الله وان يحب في الله اهل الطاع والتقوى وان يجعل محبته لهم في الله شافعة له عنده. قال عليه قال سبحانه في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في و المتآكلين في. فإذا أحببت أهل المحبة وأهل الدين وأهل التقوى فإن المولى عز وجل أجل وأكرم من أن يجمعك بهم في الدنيا ويفرق بينك وبينهم يوم القيامة. هذه ليست من صفات الكريم. المولى عز وجل يشفعهم فيك ويضمك إليهم على التقصير الذي أنت فيه. يضمك إليهم لأنهم من الذين قال فيهم إلا ما نادن له الرحمن ورضي له قوله تشفع يا رسول الله فينا. فما نرجو الشفاعة من سواك أغثي خير الخلق قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك هذه الشفاعة والكلام عليها واسع جدا أشار إليه المولى عز وجل بقوله إلا من ندن له الرحمن من الأنبياء والرسل الأولياء ورضي لهم له قوله ثم قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما رضي لهم قولا في الشفاعة قبل تلك الشفاعة وهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم من الحاضر وما خلفهم مما, مما سيأتي ولا يحيطون به علما وكيف يحيط الحادث بالقديم كيف يحيط المخلوق بالخالق كيف يمكن لأحد أن يحيط علما بالحق سبحانه وتعالى. كيف يمكن للفاني أن يحيط بالباقي؟ إنما أخبر المولى عز وجل عن هذا لأجل أن تنكسر النفوس التي قد تدعي علما بالله بأن الحق سبحانه وتعالى لا يحيط بعلمه أحد. لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الخلق إلا من ارتضى من رسول ممن أراد سبحانه وتعالى أن يعلمه <applause> أن يعلمه ما أراد من معرفته ومن القرب وأن يزيده من أنوار الأسرار من صفوة خلق الله من سادتنا الأنبياء عليه الصلاة والسلام أما الإحاطة التامة فالرب رب والعبد عبد نسأل الله الكريم بجاه النبي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجازي عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وأن يجعلنا في شفاعته يوم الدين آمين آمين والحمد لله رب العالمين صل يا رب العالمين